السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده حبيب قلبي معانا انتاج حلو جدا جدا في قلب الفقاسه، ربنا يبارك يا رب ليا وليكم لامه محمد ان شاء الله. امبارح كان معانا فراخ بلد مهجن وكان معانا سمان، النهارده معانا فراخ جميله جدا جدا. اغلبيه الانتاج اللي خارج معانا كله النهارده اسود وبني، يعني اكتر الانتاج اللي خارج معانا النهارده كله اسود وبني، لان الفراخ اللي موجوده معانا النهارده فيومي. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. بعد كتكوت فيهم كده بلد مهجن، بس بسم الله ما شاء الله الانتاج اللي موجود معانا كله النهارده فيومي اسود وبني، يعني شكلهم تحفه جدا جدا في قلب الفقاسه. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. قبل ما نفتح الفقاسه بتاعتنا، يا ريت الكل يسمي بالله كده ويدعي لي بالبركه ان ربنا يزيد ويبارك يا رب ليا ولكم لامه محمد ان شاء الله، ويرزقنا واياكم ايه الجميع ان شاء الله، يرزقنا واياكم الخير اللهم امين يا رب. شايفين حضراتكم دي يعني ايه اول الانتاج، الباقي ان شاء الله يبقى معانا في الرف. يعني شايفين الكميه دي كلها ما فيش فيها اللي كتكوتين كده، هم اللي بيضه همت، والباقي كله بنيات واسود فيهم جميزه برده. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. يعني قليل قوي اللي بيبقى جايب عندي النوعيه ديت، لان في ناس عندها من النوعيه دي مربيه من النوعيه دي، فبتجيب عندي اللي بيجيب عندي النوعيه دي، فبحاول بحط له في يوم لوحده عشان لما الانتاج يخرج يبقى عارف ان ده الانتاج بتاعه. فربنا يبارك لي الجميع. في ناس كتير اتصلت عليا وقالت لي يا ام ليلى، يعني في ناس كتير حجزت، كل جماعه حاجزين لهم درج كده يكون خاص بهم لوحدهم، فقلت لهم تمام ما فيش مشكله، يعني اتفقوا معايا على ميعاد ان هم يجيبوا لي فيه كل جماعه، يعني ايه في فردين كده كل جماعه حاجزين لهم درج يتحط فيه ايه نوع الفراخ بتاعته لوحده. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزقنا واياكم الخير اللهم امين. نشوف الانتاج بقى، الانتاج اللي خارج معانا النهارده ربنا يبارك لي الجميع يا رب ان شاء الله. الكهرباء كانت قطعه عندنا، بتفضل قطعه 3 ساعات متواصلين، فالله المستعان. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا واياكم الخير. فيهم كتكوت معوق، في كتكوت هو معوق بس هو صاحي وكل حاجه تمام، بس هو معوق، دي بيبقى نقص كالسيوم في الامهات نفسها. فربنا يبارك يا رب. نشيل بس الايه قشور البوت كده عشان نطلع الكتاكيت اللي موجوده معانا، ونعد بقى نشوف طلعنا كام كتكوت النهارده. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله. عامه بيض الفراخ الساس والفراخ الجميزه بيبقى الانتاج بتاعهم ايه نسبه الخصوبه فيه وحشه جدا جدا، لانهم كم مره ما حد يجيب لي حاجه اقول لهم يا جماعه ما تحطوش جميزه او ساسو مع الفراخ، حاولوا تحطوا ديك يكون خليط بلد مهجن عشان يجيب ايه نسبه الخصوبه معاكم عليه. سيبوا الديك عادي الجميزه او الساسو مع الفراخ، بس حاولوا تحطوا معاها ديك بلد مهجن عشان تبقى نسبه الخصوبه اعلى واعلى. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. يعني المكان اللي جاي منه الفراخ ديت، المنطقه ديت كلها، البلد دي كلها على بعضها، نوعيه الفراخ اللي موجوده فيها بنفس النوع، لان كل الفراخ اللي بتجيلي من المكان ده، البيض اللي بيجيلي من المكان ده بيبقى اكتره ساسو وفيومي وجمازه، قليل خالص لو حد جاب لي من المكان ده بيض بلدي. شايفين دي بلد مهجن اهو، ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك للجميع ان شاء الله، ويرزقنا واياكم الخير اللهم امين. حاجه كلها في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه الفراخ، والله شكلها يفرح فعلا. فرخ مالي مركزه، فرخ جميل جدا جدا، مستوياته كويسه، يعني دي فرخ فعلا يتربى كانتاج للبيض وللاكل، يعني كلحم وبيض هو اللي يتربى فعلا الفرخ ده. فربنا يبارك يا رب. انت عايش ولا ميت يا عم الحاج؟ دي كتكوت ميت اهوت. فربنا يرزقنا ويرزقكم الخير جميعا ان شاء الله. الم بس القشور كلها واعد معاكم ونشوف الانتاج اللي خارج معانا النهارده كام كتكوت. امبارح طلع عيني والله على ما صورت من الفقاسه بالنسبه لايه السمان اللي كان موجود، فايه بهدلني فعلا على ما خلصت ايه تصوير، لان السمان بيبقى يعني طائر مالح جدا جدا، فبيجري في المكان مش عارفه ان انا ايه اتحكم فيه، فلو قفلت عليه دقيقه بس واحده كده هيدخل تحت الفقاسه، واللي هيدخل تحت الفقاسه مش هعرف اسيطر عليه ولا هعرف اجيبه. فالحمد لله يعني ايه الموقف عدى على خير، وربنا يرضانا امبارح من السمان إيه كان ربنا رازقني 39 كتكوت، 2 ماتوا في قلب الفقاسه، لان كانت كميه الفراخ كان بسم الله ما شاء الله معايا كميه كبيره جدا جدا امبارح من الفراخ، كان الحضان بتاعي ربنا يبارك كان مليان كتاكيت، فهرسوا كتكوتين من السمان، وكان فيهم كتكوتين يعني ايه من ضمن اللي ترسوا، فصبحت لقيتهم ميتين في قلب البوكسه، فما فيش مشكله يعني راحت في 4 كتاكيت، فضل معانا 35 كتكوت. ربنا يبارك، واستقبلتهم معاكم وعلى القناه برضه. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا واياكم الخير اللهم امين. نجيب الكرتونه بتاعتنا ونعد الكتاكيت اللي خارجه معانا النهارده، وربنا يبارك يا رب ان شاء الله. دول كده 2 4 6 8 10 12
14 16 18 20 22 24 26 28 دول كده 31 اللي فوق في الرف عمت 31 لسه في حاجه 31 كتكوت. على فكره جهه واحده من الرف اللي خارجه، مش الرف كله يعني، الرف كله لسه في ايه اللي محطوط فيه لسه قريب يعني، مش كل الرف طالع كده. قلنا 31 كتكوت. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. 32 34 36 38 40 42 44 في حاجه لسه كتكوت واحد. 45 ده لسه فيه 3 جو، يعني معانا 48 كتكوت. ربنا يبارك يا رب. تعالوا كده بالله عليكم، 48 كتكوت يا حبايب قلبي. ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله ويرزقني واياكم الخير. شايفين الالوانات كلها غوامق غوامق والله كله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لاصحابهم يا رب، ربنا يبارك لاصحابهم ويرزقني ويرزقكم الخير يا رب، اللهم امين. ربنا يرزق الجميع. دي بقى يا حبايب قلبي كده خلاص بقى، انا هلم البيض اللي موجود معانا في قلب الفقاسه عشان افرزه، وهيبقى معانا ان شاء الله بكره انتاج من البط وانتاج من الفراخ. ربنا يبارك يا رب. وهصور معاكم برضو اي انتاج هيخرج معايا، مش هبخل عليكم بيه، وهصور معاكم باستمرار اي انتاج هيخرج من الفقاسه لكل اخواتي وحبايبي وكل بيحب الخير لام ليلى. هصور معاكم باستمرار عشان اللي حابب يعمل المشروع ده يعمله هو مرتاح وقلبه مطمن. معانا بس هما 6 كتاكيت اهمت، ودول كمان اهمت يعتبروا فواتح. معانا 8 كتاكيت هما الالوان، والباقي كله بنيات واسود. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله ويرزقني واياكم الخير. دي جميزه اهو يا حبايبي، دي الجميزه اهو، شايفين الجميزه، وده جميزه اهو. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ليا ولكم لامة محمد ان شاء الله. وده جميزه اهو في جناحه، اي حاجه في جسمها علامه بيضاء تعرف ان هو جميزه على طول. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله. يعني اغلبته جميزه وفيومش، كله جميزه وفيوم، والكتكوت المعاقده جميزه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هخرج بقى البيض اللي ما خرجش ده، هطلعه من الفقاسه عشان بقى افرزه واعرف كل واحد طلع له ايه وما طلعلوش ايه، عشان كل واحد ياخد حاجته بما يرضي الله، عشان لا نظلم نفسنا ولا نظلم اي حد. وربنا يبارك لنا يا رب ويكفينا شر ايه الحرام يا رب. ربنا يكفينا شر الحرام ويغنينا بالحلال، اللهم امين. ربنا يغنينا بالحلال. دي كان الفيديو بتاع النهارده حبايب قلبي. إيه لو حابين الفيديوهات بتاعه الفقاسه قولوا لي بس، اكتبوا لي في التعليقات وانا انزل لكم الفقاسه على طول باستمرار عشان نفضل متواجدين مع بعض على طول، وربنا يرزقني ويرزقكم الخير جميعا. طلع بقى البيض دوت في اي حاجه عشان اقفل الفقاسه بتاعتنا عشان تاخد الحراره بتاعتها، لان الكهرباء كانت قطعه، فمش عايزه ان انا اطول عليها برده واسيب الفقاسه مفتوحه في ايه. ده كله بقى ده فاضي، وخلاص هعده واعرف كل واحد خارج له قد ايه عشان اسلمه لاصحابه. فربنا ييسر الامور لنا جميعا يا رب ان شاء الله. وكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. بالله عليكم ما تنسوش في اللايك، تشجيع حلوه كده من قلوبكم من ايديكم كده لام ليلى، ودعوه حلوه من قلوبكم كده ان ربنا ايه يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.